تعالوا نقول المقادير ونبدأ بأول حاجة هنعملها، هو الرز المعمر باللحمة المسلوقة. أول حاجة هنحتاج هنا 2 كوب رز مصري، كميات زي ما انتوا عايزين، 4 معالق كبيرة سمنة بلدي، نص كيلو قشطة بلدي طبعا مش هنستهلكها كلها، و 3 كوبايات لبن عبورلاند كامل الدسم طبعا، ملح وفلفل اسود جوزة الطيب، وهنحتاج كمان قطع لحم مسلوقة. المقادير عندنا هي كلها على الشاشة، وتعالوا نشوف بقى ايه اللي بيميز الطاجن بتاعنا عن اي طاجن تاني وبيديله طعم. رقم واحد هنا احنا غسلنا الرز بتاعنا ونقعناه بتاع ربع ساعة نص ساعة مش كتير خلاص. طيب الرز هنا انا زي ما قلت لكم غسلاه، هستخدم طبعا النهارده اللي مشرفني ومنورني في مطبخي منتجات عبورلاند، طبعا دي فرصه ايه ان انا اشتغل على طول باللبن كامل الدسم. فيها جيبوا هنا اول حاجه كده اللبن عندي، واحط الثلاث كوبايات اللي انا عايزاهم علشان يغلوا، يبقى انا بستخدم كل دي خطوات وحاجات علشان تطلع معانا رز معمر ريحته كده تجنن وهو بيستوي وطعمه كمان. هحط 3 كوبايات لبن ويغلو، يبقى بحط لبن مغلي للرز المعمر تمام. طيب ايه تاني بقى؟ لازم اجيب الطاجن بتاعي اللي هيدخل الفرن ماشي، واروح دهناه بالقشطه قبل ما احط فيه اي حاجه. كل دي حاجات طعم بقى، هو دسم، مش عايزين نقول ان هو مش هو دسم الاكل النهارده. الاكل النهارده هي بس ورقه اللحمه اللي ممكن تكون ها شويه، لكن طبعا الطاجن رز المعمر هو حلاوته في دسمته. ونقول الو يا مدام ناديه. صباح الخير والهنا والسعاده. يا صباح الفل على حضرتك، عامله ايه؟ مبركه عليكي وعلى اسرتك واسره البرنامج ان شاء الله. حبيبتي علينا كلنا يا رب، علينا احلى جمعه النهارده ولا ايه؟ اه طبعا عشان حضرتك منورانا. لا عشان انت يا قمر اللي منور الدنيا كلها والله. حبيبتي ربنا يخليكي، ربنا ما شاء الله. الاكله النهارده كامله مكتمله وجميله ما شاء الله. قولي لي بقى تركاتك في الرز المعمر. الرز المعمر يا حبيبتي انا بعمله بقى غير كده، قوليلي. وبعمله في صينيه المونيا، ما عنديش الفخار ده. مش مشكلة. ويطلع بقى يعني ما اقولكيش. احكيلي احكيلي. انا بنقع الرز، يعني بغسله وبنقعه في يعني كوبايتين رز عليهم 3 كوبايات لبن. وطبعا انا بحوش قشطه اللبن عندي فبتبقى خطيره، بحط مثلا 3 معالق ايوه ومعلقتين سمنه. الله. ومعلقتين ملح. الله. بنقعه لمدة ساعة متغطي. تمام. بعد كده أدخله الفرن، أعمل الشواية الأول. أيوة. أحمر الوش. صح. يتشمع. لما يحمر أروح عاملة الطافية ومولعة الفرن العادي. الله. عشان ما أديهوش فرصة إن يفور مني اللبن. صح. ويطلع أول بقى ما يتحمر كده فما بيفورش بقى مني. صح بيعمل الطبق. بيطلع الحمد لله جميل جميل والله. إن شاء الله برضه أجرب طريقتك. ده أنا بقى أحب أجرب. وأنا هجرب طريقة حضرتك طبعًا. لا ده والله هتلاقيها جميلة، وطبعًا ورقة اللحمة جميلة، وممكن تبقى صدق أو كبدة أو فراخ. طبعا حسب ما الواحد عنده طبعا. صح صح. وتسلم ايدك مقدما، وان شاء الله يعني ربنا دايما كده ينجحك ويحبب فيكي خلقه يا رب. حبيبتي ربنا يخليكي ليا، وما تحرمش ابدا مكالمتك الجميله دايما بجد. وميرسي جدا على وصفتك وتركاتك، انا هاخد بيها جدا وهنفذها المره الجايه. ميرسي لحضرتك جدا يا مدام ناديه. بصوا انا هنا ايه، حطيت الرز وحطيت عليه السمنه اوكي، وحطيت عليه ايه تاني، حطيت عليه القشطه وحطيت عليه التوابل اللي عندي اللي هي بسيطه جدا. حطيت ايه، ملح فلفل اسود جوز الطيب وبس. وبس حلاوته في ان هو بس الفلفل الاسود هو اللي بيكون شويه باين. انا يعني الرز عندي رز المعمر اللي هو الحادق، الفلفل الاسود بحبه فيه كده. في ناس بتحط له بصل طبعا، كلها اختيارات ومفيش حاجه غلط. يعني زي ما قلت لكم ان المطبخ ملوش قانون، حسك هو اللي بيمشيكي. قولي يا رنون. حاضر. بصوا بقى دلوقتي انا هعمل ايه، هحط شويه رز عندي هنا ماشي، ونقول الو يا سما. هلا. ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك عامله ايه؟ عايزه اقول لك بس انا اسفه، انا اسفه، انا اسفه بجد ان انا ما كلمتكيش امبارح والله. يا حبيبتي ده انا اللي اسفه اسفه اسفه. لا تتاسفيش. اي نعم فاتنا طبعا امبارح مكالمتك، لكن اتعوضت النهارده يا حبيبتي. منوراني، عامله ايه؟
انا الحمد لله كويسه، بحبك جدا 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 يا حبيبتي، ربنا يخليكي من القلب للقلب يا حبيبتي. طب بتحبي الرز المعمر برضو ولا ايه؟ والله مش قوي، بس انا عشان حضرتك لسه خلوه تعملي واكله. والله ولازم تقولي لي رايك. اكيد هقولك. ماشي، هو حلو جدا واكله جميله واكله من الاكلات المصريه العريقه الاصيله، فانا دايما من الوقت للتاني يا سما لازم نفتكر اكلاتنا، وممكن علشان دسمتها ما نعملهاش كل يوم، لكن يوم جمعه زي كده لا خلي مامي تعمله لك، هتنبسطي بيه قوي يا حبيبتي. واوعي تفوتي يوم من غير ما تكلميني يا سما، اوعي. حبيبتي ميرسي جدا على مكالمتك الحلوه. بصوا انا عملت ايه يا جماعه، انا حطيت اللحمه تحت، يعني اول حاجه راق رز وبعدين حطيت لحمه وبعدين حطيت راق رز تاني، ماشي. وبعدين بقى ايه، نحط قطع قشطه كده على الوش، تمام شايفين، وزي ما مدام ناديه قالت بالظبط تسويته بقى مهمه جدا، لازم نشغل فوق وتحت لو عندنا فوق وتحت، وبعدين اول ما ياخد لون نطفي اللي فوق ونكمل باللي تحت كده، ما يفورش ابدا. دي طريقة التسوية الصحيحة السليمة، ما عندناش فوق وتحت، يبقى هنولع الشواية الأول، ياخد فوق الوش بتاعه لازم يتشمع، وبعدين نطفي وإيه نحط نشغل بعد كده الفرن من تحت. دلوقتي بقى نحط اللبن اللي عندنا كامل الدسم من عبور لاند، بصوا بقى عامل إزاي، لازم يكون سخن وبيغلي، وأجيب شوكة شوكة بس كده وأعمل كده علشان أتأكد إن الرز إيه دخل، سوري اللبن تغلغل لحد تحت. خلاص اهو عندي كده تمام جدا. هعمل ايه عشان طريقه تسويته، عامل مهم جدا هام 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 في نجاحه، الاول الفرن بشغله فوق وتحت على درجه حراره 200، بيكون متسخن قبل كده طبعا، تمام جدا تمام جدا. وبعدين اول ما بياخد طبقه والاقي وشه كده احمر وبقى جميل، اروح مطفيه من فوق ومكمله باللي تحت. طب ما عنديش فوق وتحت، يبقى بشغل الشوايه الاول، ياخد الاول الوش ده وبعدين اطفي الشوايه واشغل الفرن من تحت. خلاص نمسح بس الطاجن وايه ونطلعه وندخله. نطلعه اهو، حلو جميل معايا وريحته تجنن. ثانية واحدة، بصوا بقى عندي هنا الطاجن اللي جاهز، احط ده وادخل ده علشان هو بياخد وقت، طبعا هو تقريبا بياخد ساعة ونص، خلوا بالكو علشان يطلع معايا حلو جدا ومستوي حلو قوي، ياخد ساعة ونص. اهو الطاجن بتاعي الحلو اللي خرج، وادخل ده الفرن متولع من فوق ومن تحت اهو، تمام جدا.